حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ دولارا وستة وأربعين سنتا ليصل إلى 71 دولارا وخمسة وسبعين سنتا، لكنه سجل خسائر أسبوعية طفيفة بلغت دولارا وثمانية وتسعين سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع بلغ دولارا وستة وسبعين سنتا ليصل إلى 74 دولارا وثلاثين سنتا. سجل أيضا خسائر أسبوعية طفيفة بلغت دولارا وثمانية وتسعين سنتا. وتتجه أسعار النفط العالمي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي لتزامن مع مخاوف انقطاع إمدادات الخام من الشرق الأوسط في أعقاب إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا وأزمة استهداف السفن في البحر الأحمر. جاء العراق في المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر استيرادا للصناعات الغذائية من مصر خلال العام الماضي، واستورد العراق منتجات غذائية من مصر بقيمة 150 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 29% عن عام 2022. وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية، فإن قطاع الصناعات الغذائية حقق إيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بلغت حوالي 4.3 مليار دولار. قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن. وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية تبلغ نحو 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعاته. وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في 9 من شهر تشرين الثاني الماضي. انخفضت عائدة قناة السويس بالدولار 40% منذ بداية العام الجاري مقارنة بعام 2023، بعدما أدت الهجمات على سفن الشحن البحري لتحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر بحسب هيئة القناة. وقال رئيس الهيئة أسامة ربيعة حركة عبور السفن تراجعت 30% في الفترة الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي. وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي. أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بنسبة 0.3% في شهر تشرين الثاني بعد انخفاض بنسبة 0.3% عن الشهر السابق أو في الشهر السابق. وافقت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني توقعات الاقتصاديين الذين أشاروا إلى نمو بنسبة 0.2% في استطلاع أجرته رويترز، لكن الإنتاج انكمش بنسبة 0.2% منذ شهر أيلول حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، وهو ما يزيد عن الانخفاض بنسبة 0.1% الذي توقعه الاستطلاع. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. Thank you.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.